ايه ده؟ ده رطيس؟ اضرب اضرب. عملت ايه؟ انت بوظت الباب. هو انا المفروض انشن على البتاع المدوره دي؟ طبعا. طب ما تزعقش كده. ايه السيف ده يعني؟ خلاص خلصوا خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه، هتعملي لي فيها زينه؟ انا هركليز. ها ايه رايك ادب السيف ده في زورك يطلع من ظهرك؟ من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟ لا بالبوز. بص انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا. ما انا بحب الغوامق، ما عنديش مشكله. وصحيك بقى على كوابيس بالليل. انا برضو ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر والله. اه ايه اللي بتعمل ايه ده؟ هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ اه. تسمع كلامي. حاضر. وتمشي بمزاجي. حاضر. انت مجنون. سيبك. بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع. اه هتسمع كلامي ولا لا؟ حاضر حاضر حاضر. يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته. كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟ خوريا صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. انا جاي اطمن عليك. اخبارك ايه؟ ايه بقى، ممكن اقعد معاك شويه؟ لا. ماشي ماشي شكرا. انا كنت متاكد انك مش هتمانع برضه. ممكن العب معاك؟ لا انا بحب العب لوحدي. طب خد بالك من ايدي ورا ده. بص في واحد جاي من ورا اهو. دوس اكس دوس اكس. دوس ادي بطرفها اهو. بص لا بص اللعبه دي بقى، اللعبه دي ما تتلعبش كده. بص يلا هات ماتش جديد بقى. مش عايز ماتش جديد. يبقى انت خايف لا تتغلب. طب ايه رايك لو غلبتني انا ممكن اديك دي؟ ماشي. طيب ولو انا غلبتك اخد ايه؟ دي. دي انت كنت بتحلق ولا ايه؟ اعمل بيها ايه دي؟ ماشي مفيش مانع. إلا اوف 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 نكست نكست نكست. الغلاب هات. ايه ها تلعب تاني ولا ايه؟ ماشي ماشي. ده انا هقشطك. ده انا هقشطك. ايه يا حبيبي خلاص انا قربت من النادي اهو. لا معلش ما مش هينفع اجي بقى. لا اصل لازم انزل الشركه حالا دلوقتي. طب هتخلص امتى؟ لا مش عارف. لا بس اكيد مش دلوقتي خالص. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هتروحي ولا تروحي النادي؟ لا هروح. باي باي. يا ساتر نفسي ابويا بطل العصبيه اللي هو فيها دي. تصدق بابايا برضو عصبي قوي، ولو عارف ان انا هنا هيزعق لي جامد موت. يا نهار اسود هيزعق لك موت؟ لا انا ابويا مش للدرجات يعني. ده لو ابويا عارف ان انا وانت هنا لوحدينا هيجري. بس انت حمار في الكرة على فكرة. وانت جزمة في العربيات. قوم قوم بقى سيبني انا عايز اقعد لوحدي شوية. دي قلتي انت زعلان عشان اتغلبت؟ ما تقولش اتغلبت. ما
ما عندكش حاجه طيب لماجينزر ولا السلو وايت؟ عنديش. طب هات هدومي، هات هدومي، هات هدومي ونضارتي، هتشوف ايه؟ مين الكلب اللي مصور معاك في الصوره ده؟ اخوك؟ لا ده كلبي. ده بلدي طبعا. لا ده لابرادور. اجنبي يعني؟ وبيدرس بره ولا ايه؟ لا بابا ضربه بالنار. ليه؟ سرق حاجه؟ لا كان عيان. يا نهار اسود، هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟ ما بحبش حد يتطلع على الكلب بتاعي. ايه ده؟ طيب هو الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟ كيتوس. كيتوس؟ يا راجل ده بركه انه اتقتل. ربنا يسامحك. عمر ممكن اسالك سؤال طيب؟ هو انت ما عندكش اصحاب؟ واضح ان انت ما كانش ليك حد غير الكلب ده. طيب ايه ده؟ عمر انت بتعيط؟ ها؟ ايه ده؟ طب انا اسف، ما هو انا ما اقصدش ان انا ازعلك يعني انا اسف. انا لو اعرف ان الموضوع كان هيضايقك كده والمصحف الشريف ما كنت اتريقت عليه يعني او كده. وبعدين يا سيدي اعتبرني من النهارده زي كيتوس ده بالظبط. لا طبعا. لا طبعا؟ للدرجه دي انا حقير؟ طب خلاص يعني جايز يكون الكلب افضل مني في حاجه، ولكن خلينا نبتدي صفحه جديده من على السرير ده ونبقى اصحاب. انا اسف. حطني بقى عشان اتاكد انك مش زعلان. المجنونة التانية جت بعد اذنك. كنت متأكد ان انت هترجعي لي يا شيخ. اوعى. واضح ان السلم ده بيطلع لتحت. اول ما خيرت بيجي هقول له. على فكرة هاي زكي. اهلا. ايه مالك؟ حد من الولاد مضايقك؟ لا لا لا، ده انت مخلف ملايكه ما شاء الله. مالك شكلك موجوع كده، في ايه؟ لا مفيش، ده الخط الاحمر ده اصله ماسك شويه في القميص. مفيش حاجه، مفيش حاجه. امال شيرين وعمر فين؟ عمر في اوضته وشيرين ما خرجتش طول النهار النهارده الحقيقه، ما شاء الله عليها يعني. ما رضيتش اقول له. ها ماشي، ده في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني. زي ما اتفقنا انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيلا وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير، في الكرسي، في الدولاب، في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذه انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقه البيوت والنط في الفيلا. وطوبه مش عاديه دي، طوبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقولي الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ حاول، هتحضر ماجستير في عالم المخدرات. انسى الحكايه دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب 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 افرض اتمسكت. تتمسك؟ اتماسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. اعترضني من الاسم ده؟ انت كده وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه اهربك بالاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من ناحية الطمين يا حسرة اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم حي. ايه مالك؟ انا ما عارفين. بقول لك اي الم. انت كده هتروشني يا عم سالم. انت جاي مضروب خلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينة. ايه ده؟ هي جريمة قتل. اجري. انا اجري مش عاوز اجري. على عالم المخدرات وعالم النيلة. سألت ايه؟ هنزل سكينة الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق. شفت بينط من برجولة عمر. حرامي؟ انتوا متأكدين؟ انا شفت بعينيا. مشيتك من هنا يا زكي. ايه يا جماعة؟ صوتكم عالي، خير؟ في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق ابلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب الطبنجة بتاعتي. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل الحرامي سرق وهرب. مال اللي اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحة
بيت امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعه يا زكي. زكي ايوان الحق يا زكي ايوان اطلع بسرعه، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه 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 في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مندا. شوفيه زومبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيد. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. استاذ حرامي، استاذ حرامي، انا ما كنتش يعني ما كنتش عايز اطلع، بس هم الجماعه تحت مصرين ان انا اطلع. قلت اشوفك جايز محتاج حاجه ولا بتاع. حرامي اوعى على اسمك، اوعى تتحرك. سبحان الله، ده انا واقف بقالي ساعه بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا. ده يعني ما شاء الله عليك. ما انا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضو هسرق عادي. اتفضل نور لي كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت، ويعني ما تعرضش نفسك المخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه غلط عندك. غلط عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اجيب لك حاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مزاكي قدها وقدود، بس سعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. سيفنا جرام بروبلام كاسكليا. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النول يكون في يوز ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة بومي. ايه يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الربطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو مفطمني على كل حاجه. يعني هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني هو انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي. يعني عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم، هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوس يا والله وحش. ابوس. هو انت مربوط كده؟ عادي. ماشي. بيت زلومتك يالا. بس افرض ده كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه، رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم، ايه ده؟ انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم؟ مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفل جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700 يا في 200. يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. انت كمان قفلهم لباكو باكو. اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من ايد الواقف دي كده. خساره خساره، قصدي خساره في الضرب. ولو كفايه هو مال سايب. خلاص انا هودي الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. ها انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه. اتنطط يلا يا اخويا. يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي على قفل المكتب. يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها اتفضل. ايه ده؟ دي مكافاه عاملها لك خير ربيع علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت بالحرامي. نعم قبضت على الحرامي، يعني انا قبضت على الحرامي. وبعدين انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده يا جماعه. ده واجبي. خد يا زكي خد، دي حاجه بسيطه، حوافز يعني. مش عارف والله يعني اقول لكم ايه يا جماعه. يا نهار اسود، كل دي فلوس؟ انا يعني حضرتك ما تعرفش انا كنت محتاج الفلوس دي قد ايه. اصل انا عندي اخت كبيره على وش جواز، وامي ست كبيره ما بتشتغلش. امك؟ امي. ايه مال ابوك؟ فين ان شاء الله؟ عنده شلل اطفال؟
لا انا اصله ابويا ايدك منه القبر. ابوك؟ اصل ابويا راجل صاحب كاس، كل يوم يرجع لنا وش الفجر سكران طينه ومضروب كمان. ابوك؟ هو ايه يا سالم، هو انت تعرف ابوك؟ لا يا فندم معرفوش، وده اللي هيجنني، بس واضح من كلام الفندي ان ابوه راجل ند، مش كده؟ عم سالم لو سمحت، انا ما بحبش حد يشتم ابويا. الله معلش، خلاص ازيك، اتفضل انت دلوقتي. ماشي يا فندم، ومشكرين قوي على الفلوس الجميله دي. سلام عم سالم. سلام عم سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. بحبك انا، بحبك. على اذنك يا خير ربي، هروح الحمام لحسن تعبان قوي هموت، لو استنيت اكتر من كده هنقط من كل حته، قصدي هجيني فوق طول واقف. على اذنك. يا اخير يا قليل، طب هفهمك فهمني. طب ده انا هقتلك. طب هديك 100 جنيه. انت مجنون. انا اجنني منك. طب خد الفلوس كلها. هاخد الفلوس اوريك ان انا هقتلك. يا خيرت بيه، يا خيرت بيه. خد تعال، خد تعال اقول لك حاجه. خد يا البطيخه اللي جنبك دي، هتولد امتى؟ كلمنا بابا. ايوه مراتك في الشهر الكام؟ بابا بيقول لك انت في الشهر الكام. ما بعدش يا جيمي. ازاي ده انت عديت ال11 بتهالي، يبقى خدها اديها للدكتور، شوف العطره جايه منين. حاضر يا بابا. السلام عليكم. اهلا بابا. زكي جه يا اولاد، اللي بيصرف علينا. جبت جهاز اختك يا زكي، ولا دي ازايز خمره الباباك العربيد اللي بيبات في البارات؟ خلصت؟ لا ما خلصتش. انا نفسي اعرف فين الست والدتك الكبيره في السن اللي ما بتشتغلش. ماما ما ماتت يا بابا، انت نسيت ولا ايه؟ هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب. خلاص بقى، خلاص بقى، اقعد بقى بابا. انت كل شويه هنقعد نجري. بص عليك، اقعد بقى. ده انا جايب لكم حاجات حلوه قوي، وحاجات كتير قوي، كل المستلزمات دي. شويه حاجات اهي يا اسريه اللي انت كنت كاتباها في ورقه على الثلاجه، شفتي انا فاكر ازاي؟ ماشي. ودي ايه؟ ودي بص، ودي بص يا بابا، دي عشانك. ايه ده؟ ايه؟ عشان مين دي؟ ايه ده؟ لا دي مش عشانك، انت كبرت دلوقتي على الحاجات دي خلاص. جبت لي ايه يا زكي؟ زكي ايه؟ زكي هنا، انت راح ركز شويه. بص دي بقى يا جيمي، بص ده، بص بص، عشان انا ايه فاهم كل حاجه. بص بص ده عشان ابنك ان شاء الله باذن الله. بص حلو ازاي. وبابا جبت لك بابا يا كاكا. كاكا يا بابا. يا سلام، يعني سبت الفاكهه كلها وما جبتش الا كاكا. بلاش الكاك، جبت لك حاجه تانية. بص دي، هو انا كنت فاكرها دوم، سالت عليها قالوا لي دي حاجه اسمها ايه، كيكي. كيكي؟ ايوه كيوي. كيوي؟ كيوي يا ابو جهل. سبحان الله سبحان الله. بص بقى جبت لك ايه، نضاره بربريز في ميه. خد. مش عاوز. اتفضل بقى. قلت لك مش عاوز منك حاجه. شكلك مكسوف. ماشي بس بقى، خليها. طب خليها خليها خليها. خد الجراب ده بقى. سيب سيب. ممكن تقبلي الولاعه دي هديه مني؟ ايه ده؟ اعمل بيها ايه؟ اكيد مش هتعمري عليها عيش يعني، بدل الكبريت وكده. انا ما بشربش سجاير. مال عبي السجاير اللي تحت البلكونه عندك في الاوضه دي تبقى بتاعت مين؟ دي تلاقيها بتاعت عم حسنين السواق. حسنين السواق؟ ايه ده؟ هو عم حسنين السواق بيحط روج برضو؟ بقول لك يا زكي. لا ايه ده؟ ايه ده؟ روح، انا مش خارجه النهارده. اروح؟ اه. طيب انا كنت بعت لك رساله امبارح على المولودي. ارضيها؟ ايه مولودي ده؟ المولودي مش اللي انت بتتفرجي عليها دي؟ مش دي المولودي برضو؟